الخير، يسعدنا أن نلتقي مرة أخرى في صالون المنارة. معلش بعدنا عنكم شوية، لكن تعرفين غصب عننا كلنا. وقبل ما نبتدي الحقيقة لازم نبتدي أولا بالسلام الجمهوري. الكورونا اللي بعدتنا عنكم كتير الحقيقة كمان حاجة واجب ان احنا نتكلم فيها. احنا فقدنا 2 من اصدقائنا اللي نوروا صالون المنارة في السنوات الماضية، الفنان الكبير والصوت الجميل الحاج محمد الشامي الله يرحمه، والاستاذ فتحي شرف اللي كنا مسمينه العندليب. ف بدعوكم ان احنا نقرأ لهم الفاتحة ونتمنى لهم ان ربنا يسكنهم فسيح جناته. ونبتدي صالوننا دلوقتي عشان ما ناخدش وقت. اول فقرة، فقرة مميزة جدا. يوم 28 ابريل سنة 73 وفي حفل شم النسيم غنى عبد الحليم حافظ قصيدة للشاعر نزار كباري، رسالة من تحت الماء اللي لحنها ساحر النغم الأستاذ محمد الموجي. وأنا ليا حكايتين صغيرين مع القصيدة دي. الأولى إن أنا كنت قريت وأنا صغير الأعمال الكاملة لنزار قباني، واخترت 5 قصايد نقلتهم في كشكول خاص بي. 4 منهم اتغنوا: قارئة الفجال، رسالة من تحت الماء، إني خيرتك فاختاري، وطوق الياسمين. القصيدة الرابعة اللي أتمنى تقروها وأنا لو في فرصة مرة نقراها سوا، اسمها أبي، دي لم تغنى. الحكاية التانية، يوم ما سمعت في الحفلة بتاعة عبد الحليم حافظ اللي هي كانت يوم 28 إبريل، يوم ما سمعت الأغنية دي لقيته بيقول: لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحرت، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت. رحت ماسك ورقة وقلم وقررت أرد عليه، رحت كاتب له: وبرغم بأني أعرف أن الحب خطير جدا لكني أحببت، وبرغم بأني أعرف أن البحر عميق جدا لكني أبحرت، وبرغم بأني لا أعرف خاتمتي لكني بدأت. ودلوقتي هنبدأ مع الأستاذ محمد مصطفى وقصيدة رسالة من تحت الماء للشاعر نزار قباني والملحن محمد الموجي. تفضل يا أستاذ محمد.